طيب عندكم في سلايد 10 بيتكلم على ايش شيء اسمه immutable. ايش معنى كلام باختصار؟ انا ما اعرف عندي string اي string في بايثون ما اقدر اعدل عليها. فايش اسوي لو انا مثلا عندي string، مثال عندي string اسمه مثلا A B C D E F G، string انا سميته A. لو ابغى اعدل على ايش يعني بدخل حرف مكان حرف، ابدل حرف مكان حرف، ما اقدر الا بايش بتنفيذ امر. هذا معناته immutable، يعني ايش احنا لو بنغير حرف في السلسله نسوي عمليه نسميها حشر اضافه. ايش نسوي؟ مثال الان انا عندي هذه السلسله A B C D E، وجيت انا مثلا كمثال ابغى اغير الحرف تمام E في السلسله بحرف اكس. انا كذا انا مبرمج وهبقت معايا بغير الحرف اي، هو سترينج. فالسترينج صعب انك ايش تغير شيء في السلسله، لكن في طريقه كذا محدده تقدر ايش تغير مكان ايش الحرف اللي ايش اللي تبغاه. ايش تسوي؟ تعال تعرف ترقم السلسله انت صح؟ قلنا من يسار لمين موجب 0 1 2 3 4 5 6 تمام. ايش تسوي انت الان؟ تبى تحشر ايش؟ تبى تشيل الاي وتحط مكانها اكس صح؟ الان ايش حتسوي لو انا كتبت الامر هذا زي كذا؟ هذا معناته البدايه يبدا من اي وايش يجي عند قبل ايش الاربع، قبل اربع ايش ثلاثه صح؟ فانا لما اسوي الامر هذا كذا تمام، اجي الان الحرف اللي هو اللي انا بغيره ايش هو اي، كم ترتيبه 0 1 2 3 4، فاجي اكتب سلسله فارغه بحيث اني ايش لما اجي هنا مقول دائما النهايه ناقص منها واحد، يعني اجي عند الاربعه هنا ناقص منها واحد، فايش حيفتح لي السلسله من هنا قبل الاربعه اللي هي كم هنا، ححط ايش حيفتح بعدين ايش ححط مكان اكس. ايش اسوي كالتالي؟ انا لو بحشر حرف في السلسله اسوي تجزيء. مثال انا جيت قلت لك ابغى اغير حرف اي باي حرف اكس مثلا، حاجه اكتب اي يساوي اي اللي هو السترينج هذا نفسه الاسم تبعه، بعدين انا ارقم السلسله ايش الحرف اللي بسجله انا مثلا هذا اي بحط مثلا حرف اكس، حاجه اقول ابدا السلسله فارغه لان بدايه من هنا الى مكان السلسله مكان الحرف اللي بغيره، مكان الحرف اللي بغيره ايش هو؟ مكان ورقمه كم؟ اربعه. فاجي احط اربعه ليه؟ لانه لما انا اجي اخذ البدايه اجي النهايه قبلها بواحد، فاجي هنا بعدين ايش احط علامه زايد بعدين احط الحرف اللي انا بغيره بعلامه التنصيص اكس، ادمجها مع ايش؟ انا الان حشرت شلت الاي وحطيت مكانها اكس، بعدين احط زايد اكمل ايه بعد الاربعه ايش خمسه الى السته الاخيره هي فاضيه، يعني امشي الاخير بالطريقه هذه. هنا كده السلسله حتتغير حصير اي بي سي دي مكان اي صار اكس. مثال انا لو جيت ابغى اغير مثلا البي بمثلا اكس، مثال ايش حاجه اكتب؟ حاكتب زي كذا شوف اي يساوي اي حط قوس البدايه من صفر، ابغى اغير مثلا السي كمثال، السي ابغى اغيره مكانه مثلا بحرف اكس، السي كم ترتيبه او كم ترقيمه؟ اثنين، فاقول صفر نقطه راسيه اثنين حلو، بعدين اقفل زايد اكس احط علامه تنصيص، بعدين زايد اي افتح قوس بعد الاثنين ايش ثلاثه، وهنا الاندكس فاضي كذا السلسله حصير ايش من الصفر واحد بين الاثنين والثلاثه. هذه انا لما جيت تمام قبلها يعني كان بصفر واحد، انا قلت لك دائما البدايه اخذها زي ما هي النهايه نقص منها واحد، يعني كان من صفر يعني كان بيفهم يقول صفر واحد بعدها شيل الاثنين حط مكانها ايش اكس، فهنا السلسله حتصير ايش اي بي اكس وكمل دي اي اف جي. واضح الفكره هذه كيف واضحه؟ لو انا مثلا بغير الاف حاجه اقول من صفر لين الخمسة اكتب زي كذا،
ليه؟ لأنه حيجي قبل خمسة عند الأربعة حيوقف، بعدين يجي بعد الأربعة يشيل الحرف اللي هو F يشيله ويحط الحرف اللي أنا بغيره X، بعدين يجي أكتب إيش من خمسة إلى إيش إلى نهاية السلسلة. واضحة؟ أتوقع الأمر جدا واضح في إيش، في عن كيفية تعديل أو إيش حشر حرف مكان حرف في إيش السلسلة النصية. طيب طيب نأتي الآن ل الستريج ميثود. الستريج ميثود أنا عندي دوال خاصة بالسلسلة أقدر أطبقها، أقدر إيش أطبقها. أوكي موجود عندكم في سلايد 11. هذه ميثود، هذه الميثود لها طريقة. الطرق هذه عشان أطبقها لازم أسوي سترينج، أسوي سترينج. مثال لو أنا عندي السترينج هذا وليكن اسمه S ويحتوي على السلسلة النصية A B C حروف صغيرة و D E F حروف كبيرة، تمام. الآن أنا لو أبغى إيش، لو أبغى أطبع الحروف تبع السترينج هذه كلها سمول، كلها حروف صغيرة، إيش حسوي؟ عندي ميثود أسميه lower بعدين قوسين هذه فاضية ما في أي حاجة. لما نجي أنا أكتب الأمر هذا print بين أقواس الطباعة الأساسية S، هذا إيش هو S؟ هذا هو اسم السترينج. لو أنا حطيته T ما في شيء، أكتب هنا T ما في شيء، تمام. هذا متغير يعني حسب اللي أنا إيش أعرف به السترينج. بعدين دوت لازم تحط الدوت تكتب lower بعدين تحط قوسين فاضية ما بينها جوة أي حاجة، وأشغل أمر الطباعة حطرا حيطبع لي. دام أنا كتبت lower حيطبع لي كل الحروف السترينج عندي حروف صغيرة، شوف A B C D E F. طيب نفس الشيء لو أنا أبغى أطبع كل حروف كبيرة نفس الطريقة، أجي أكتب أمر الطباعة عندي وS اللي هو اسم السترينج بعدين دوت وأكتب كلمة أبر، وما أحط الأقواس هذه شرط القوسين هذه بعد الأبر وإيش واللور، تمام. حيطبع لي يحول لي كل حروف كبيرة، شوفوا A كابيتال كانت صغيرة كانت A B C سمول صارت A كابيتال B كابيتال C كابيتال، وهذه بما أنها كابيتال فكتب لي إياها كابيتال. طيب لو أنا جيت أبغى أسوي استبدال، أبى أستبدل كل حرف تمام في السلسلة بحرف، هستخدم الأمر هذا replace x فاصلة y. لاحظ إنه الأمر هذا replace أو الميثود هذا بين two parameter x و y. مثال أنا جيت وكتبت له، طيب إيش حسوي؟ أول شيء حكتب أمر الطباعة ده وأكتب s dot replace، بعدين الحرف اللي قبل الفاصلة هذه هو الحرف القديم اللي أنا ما أبغاه، الحرف القديم اللي أنا ما أبغاه، ولا بعد الفاصلة هذا الإكس الحرف الجديد اللي أنا إيش أبحطه مكان السي. مثلا عندي السترينج هذا صح A B C D F، إيش جيت كتبت S dot replace طبعا برنت حطيت عند سي، معناته شيل حرف السي، تمام شيل حرف السي عندك واستبدلها أحط مكانها إيش إكس. فشوف صار A B كان سي شال السي طير السي حط مكانه اكس كمل. طيب هنا يجي سؤال، لو انا عندي اكثر من حرف سي نفس الطريقه، اي دام استخدمت امر ريبليس وقلت له وحطيت هنا حرف السي يعني شيل حرف السي لما تبغاه حط مكانه اكس، اي حرف سي يواجهك انت عندك حطير وحط مكانه اكس. مثلا لو انا عندي مثلا بدل السترينج هذا كان مثلا A B C C C E F، وجيت قلت لك اكتب الامر هذا S dot replace C بعدين فاصلة X، معناه ايش الكلام ده؟ يعني شيل كل حرف C عندك في السلسلة وحط مكانه ايش الحرف X. فلما يجي يطبع يكتب A B شاف C X شاف C X شاف C X وكمل باقي السلسلة. يعني هذا الامر عادي جدا، تمام ايش اقدر استبدل لك اي حرف C عندك في السلسلة. يعني لو في السلسلة الأصلية عندي أكثر من حرف سي فكل حرف موجود في السلسلة ليش راح يبدله بإكس. واضح الأمر هذا؟ طيب في ميثود ثاني، طبعا في نقطة مهمة ترى الميثود هذه ما تأثر على الأصل، أي حاجة في الميثود هذه اللي هي lower والأبر والريبليس وحناخذ كاونت ما حتأثر في السلسلة الأصلية. إيش معنى الكلام ده؟ الآن أنا لو جيت في في في, في البايثون وكتبت الأمر هذا print S replace CX يعني حيروح في 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 السلسلة عندي يشوف كل حرف C يستبدلها بX. لو جيت بعدها في السطر اللي بعده كتبت print بين قوسين S
حيطبع لي السلسلة الأصلية زي ما هي A B C D F F. إيش معنى الكلام ده؟ الميثود هذه ما تأثر في الأصل، هي مجرد ميثود إيش؟ أنا بلعب في إيش في السترينج في السلسلة عندي، لكن ما تأثر في الأصل. فلوجيت بعد ما طبقت كل هذه العمليات وخلت برينت S في النهاية، S هذا S هو المتغير S، يعني حيطبع لي إيش السترينج هذا اللي اسمه S، حيطبعه كامل A B C D F بدون أي تغيير، يعني أي حاجة في الميثود ما تأثر على الأصل. تمام. طيب هنا عندكم أمثلة في الكتاب قبل ما نجي للكاونت. أمثلة نفسها lower، لو جيت أنا الآن جيت كتبت lower وعندي كلمة hello world، أما أجي أطبع بالأمر أو المثل lower حتطبع لي الحروف كلها صغيرة. تمام. نفس الشيء لو أنا عندي hello world كلها small وجيت بطبعها بالميثود upper حتطبع لي كلها بإيش حروف كبيرة. طيب برضو ريبليس اقدر استبدل هنا برضو في شيء ما شرحته، امر الريبليس واقول له استبدل ايش القديم بالجديد، اللي قبل الفاصله اللي ما ابغاه، اللي بعد الفاصله اللي بشيء يحطه مكان القديم. فممكن اقدر اشيل السترنج هذا كامل، مثلا عندي قال لي اكس دوت ريبليس، شيل الوورد اللي عندك في السترينج هذا اللي اسمه هيلو وورد، حط مكانه يو كيو يو. فشوفوا طبع الهيلو، شال الوورد حط مكانه يو كيو يو. واضحة؟ طيب برضو السترينج يقدر يخزن، تمام، يقدر يستبدل ايش الفاريبل ويطبعه زي الشكل التالي. الان لو انا عندي اكس يساوي هيلو وورد، هذا السترينج الأول اسمه إكس ومخزن فيه كلمة hello world. جيت في السترينج الثاني سميته Y وكتبت فيه الكمبيوتر البروغرامين. جيت أنا كتبت Z يساوي X dot replace XY. لاحظ أن أنا إيش استخدمت الميثود replace لكن إيش أسندته لمتغير. إيش يعني الكلام ده؟ يقولك الآن روح لي إيش للسترينج الأول اسمه X بدله إيش بY وخزنه في Z. بعدين قال لي برنت زد. الآن إيش صار؟ لما انطبع الزر حيطبع إيش؟ ما حيطبع إيش؟ إكس، حيطبع إيش؟ الواي، لأنه الواي استبدلتها بإكس وتخزنت في زد. واضح؟ زي ما كنا نسجل قيمتين إيش؟ ونخزنها في يعني مثلا فاكر لما كنت أقول لك إكس يساوي واي يساوي زد يساوي 5، لما تقول برنت إكس برنت واي برنت زد حيطبع لك 5 5 5. نفس الشيء انا خزنت هيلو وورد في اكس، خزنت كمبيوتر بروجرامينج في واي. الان جيت عرفت متغير زي وقلت اسمه زد، لكن دخلت فيه الميثود ريبليس، فراح استبدل الواي باكس، يعني حستبدل حشيل هيلو وورد حيحط مكانه كمبيوتر بروجرامينج حيخزنها في الزد. فلما يطبع برين زد حيطبع ايش كمبيوتر بروجرامينج. واضحه؟ طيب هلا ناتي الامر الكاونت. الكاونت هذه دالة تحسب لك عدد مرات ظهور الحرف في السلسلة. مثال جيت انا عندي سترينج عندي اسمه hello world، قلت لك برنت s count، استخدمت الميثود s count، حطيت لك l. الان راح يرجع على طول البروجرام، دائما استخدمت الميثود count، يعني يحسب لك كم مرة ظهر حرف l عندك في السلسلة هذه. كم مرة l؟ كم مرة؟ 1 2 3، صح؟ 1 2 3، اطبع لك 3. تمام. طيب لو انا لو كان عندي الحرف غير موجود، مثال هيك قلت لك برنت اس كاونت، استخدمت الميثود اس كاونت، قلت لك حرف الواي اطبع لي ايش، شوف لي كم مره ظهر عندك الحرف واي، شوف لي كم مره ظهر عندي حرف واي. لو تجي انت عندك هنا في الكلمه هذه ما عندي حرف واي في السترينج هذا في السلسله، فحيكون الاوتبوت يساوي صفر، حيكون الاوتبوت يساوي صفر. كلام جدا مهم حاجه في الاختبار. ليش؟ لان عدد مرات التكرار غير موجوده، فدام عدد مرات التكرار غير موجوده حتبع لي صفر. اذا امر كاونت هذا يشوف لي كم مره تكرر الحرف السلسله عندي. واضحه؟ طيب اديك مثال برضو من الكتاب او من السلايس. مثال انا لو جيت كربت السترينج هذا ريد بلو جرين ريد بلو ريد، قلت لك برنت اكس دوت كاونت بلو، يعني ايش يحسب لي كم مره زي ما شرحت هنا،
كم مرة ظهر عندي الإيش الحرف أو السترينج هذا النص، كم مرة ظهر عندي كلمة بلو؟ واحدة اثنين، فاطبع لي اثنين. مثال آخر، لو جيت قلت لك إكس يساوي ريد بلو جرين ريد بلو ريد، وكتبت لك الأمر هذا وأخذت لك الميثود إكس كاونت، كم مرة ظهر عندي ريد؟ واحدة اثنين ثلاثة، فاطبع لي ثلاثة. لو جيت مثلا كمثال وكتبت لك مثلا بدال ريد مثلا كتبت لك بلاك، حطبع لي ايش؟ صفر. ليش؟ لانه ما عندي صفر هنا، او سير ما عندي بلاك، ما البلاك ما موجود، فعايز مرات تكرر اللون بلاك مو موجود فصفر. واضحه؟ طيب ناتي الان اللي هو الكلام قبل الاخير في الجزئيه هذه، اللي هي ايش؟ اندكس ميثود، اسمه اندكس. هذا الميثود يعطيني مكان اول ظهور لايش؟ للحرف. يعني ما يهتم لايش كم مره ظهر، المهم اول مره يظهر راح ايش يكتب لك مكانه. تفاكر لما كنا نرقم الاندكس عندنا، نرقم من اليسار اليمين، قلنا 0 1 2 3 4 تمام، حتى المسافات ترقمها، حتى المسافات ترقم. مثال جيت كتبت لك السترينج هذا هيلو وورد، طبعا تعرف انك ترقم 0 1 2 3 4 برضه هنا 5 المسافات تحسبها في الترقيم. فجيت قلت لك برنت اس دوت اندكس، استخدمت الميثود اس دوت اندكس، قلت لك ايش حرف الاو مكانه فين؟ متى ما ظهر فين؟ 0 1 2 3 4 4. طيب لو جيت كتبت لك مثلا اس اندكس، كمثال عندي هنا ترقيم مثلا 6 7 8، حطيت مثلا 11 او مو 11، مثلا كتبت لك اس اندكس مثلا اف، هل اف موجوده؟ لا، حيعطيني ايرور. تعال خذ مثال هنا، شوف لو جيت قلت لك الان برنت اندكس جرين، تعال انا قلت لك شوف تنتبه للمسافات كمان، لاحظ انا بريت رقم الار بصفر، اي بواحد، دي اثنين، الفاصله تنحسب 3، بعدين في فراغ هنا صح؟ قبل البي في فراغ 4، والبي 5، وايش؟ والال 6، بعدين اليو 7، الاي 8، بعدين فاصله 9، بعدين في فراغ هنا قبل حرف الجي 10، بعدين جرين هذا كده الآن جرين هذا متى ظهر؟ ظهر عندك في ايش؟ في الترقيم او في المكان 11. لاحظ. طيب انا قلت لك برنت واي اندكس و دبليو، تعال فين الواي هنا؟ يلا رقم 0 الاتش، اي 1، ال 2، ال 3، الاو 4، بعدين شوف الفراغ اللي بين كلمة هيلو وورد حسبه 5، بعدين راح طبع ايش؟ قال لك انا ظهر عندي الدبليو في الترقيم رقم 6 فطبعت 6. واضح؟ ترى الترقيم جدا مهم، حتى المسافات وكل شيء ياخذه. نفس الشيء هنا. طيب عندك قال لي ايش؟ شوف لي متى ما هو الترقيم لمثلا الحرف او انت مكانه، يعني تحت رقم 0 1 2 3 4، والله 4. حلو. لو كان الرساله ايرور كان غير موجود في الزر، لو مثلا جيت قلت لك اف، هل في اف انا عندي في السلسله؟ ما في، فيعطيني ايرور. حلو. ايش هو ميثود اندكس هذا؟ يعطيني مكان اول ظهور، ما يهتم ايش كم مره تكرر. لو تلاحظ عندي هنا عندي او او صح، حرفين او، لكن هو ما يهتم كم مرة تكرر عندي الحرف او، اول ما يظهر عندك في الترقيم اكتبه. هو في اي ترقيم؟ كان في الترقيم 0، كان في الترقيم 1، حطه عندك. اوكي. طيب ناتي الان لاخر حاجة عندنا، امر اسمه is alpha. هذا الامر is alpha يعطيك يا true يا false، يعطيك يا true يا false، زبد. هذا يعطيك true إذا كانت جميع حروف string عندك كلها حروف،
أما كان عندك في السترينج رموز أرقام مسافات فولس. مثال الاس يساوي هاي هاي، حتقول لي مصعب أوكي هاي هاي ما في ما في ما في أرقام، لكن في فراغ. هاي أنا كتبتها كده اس يساوي سترينج هاي فراغ هاي، بعدين كتبت لك برنت اس دوت از ألفا. هذا الأمر شوف هل الدالة عندك كلها حروف؟ إذا كانت كلها حروف ما في مسافات ما في أرقام ما في رموز يعطيك ترو، أي فراغ عندك يشوفه يعطيك فولس. أنا عندي هنا في فراغ فقال لي فولس لما كتبت الأمر ده. مثال آخر لما كتبت لك اس هاي خمسة ما في فراغ لكن عندي رقم، من يوم ما تكتب أمر الطباعة ده برنت اس از ألفا وما تنسى القوسين هذه كده فاضية يعطيك فولس. ليه؟ لأن في رقم. نفس الشيء اللي قلت لك، طيب الآن اللي قلت لك اس يساوي علامة تنصيص هاي هاي، دام هنا ما في فراغ تمام وكلها حروف فيعطيني ترو. واضحة؟ واضح الأمور هنا؟ نفس الشيء هنا تعال شوفوه، اكس از ألفا والقوسين هذه كلها أرقام فولس، هنا كلها حروف ما في فراغات ترو. انتبه ترى هنا مو شريحة، حتى لو في فراغ لازم تحسبه. انتبه قلت البايثون حساس، ففي حساب الاندكس الفراغات والمسافات تحسب والرموز تحسب والفواصل تحسب، زي الامر هذا اللي هنا. هنا قلنا ريد فاصلة فراغ بلو فاصلة فراغ جرين، وقال لك احسب لي الاندكس تبع الجرين اول فينو اندكس ايش قال لك؟ يعطي مكان اول ظهور للاكس، ما يهتم للظهورات الناتجه. اول ما ظهر عندك الجرين فين؟ في بدايته فين؟ 11. ليه؟ الار 0 والاي 1 والدي 2 الفاصله 3 الفراغ 4 والبي 5 ال 6 يو 7 اي 8 فاصله 9 الفراغ هذا 10. متى ظهر اول حرف عندك من كلمه جرين؟ متى ظهر جرين؟ عند الترقيم 11. فقال لك جرين ظهرت عند الترقيم 11 هنا. طيب هنا متى ظهر حرف الدبليو في واي؟ صفر اتش اي واحد ال هنا ثلاثة اربعة خمسة الفراغ ستة والسبعة سوري صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة الفراغ خمسة والدبليو ستة. طيب لو جيت انا في نفس الكلام هذا وقلت لك اندكس او حرف الاو، هتقول لي والله صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، هتقول الجواب أربعة. طب هتقول لي في واحدة ثانية، أو في واحدة رابعة، ما اهتم، اهتم أول ما يظهر عندك، شوف مكان أول ظهور بس ما يهتم بعاية الظهورات. واضح؟ واضح؟ أتوقع كده أنا أنهيت الجزئية الأولى اللي هي نومريك داتا. راح ان شاء الله في الفيديوهات الجايه حاتكلم سوري انهيت جزئيه السترينج والاوامر اللي عليه. واحد عنده استفسار حد يكلمني في الخاص في التعليقات ان شاء الله امور واضحه. راح اكمل ان شاء الله في الفيديوهات القادمه عن انواع ايش النمريك داتا. كده نكون خلصنا هذا الشابتر بالتوفيق.